ونعود من جديد مشاهدينا ونذكر بأهم وأبرز العناوين. محافظ صلاح الدين يتابع مع رؤساء الوحدات الإدارية تطبيق قرار حظر التجوال ويثمن تعاون المواطنين. محافظ صلاح الدين يؤكد لشيوخ ووجهاء العشائر في تكريت طي صفحة الفساد والتفرغ للإعمار. صلاح الدين تشهد تعاونا كبيرا بين القيادة الأمنية والإدارية والأهالي لتطبيق مواجهة كورونا. الكاظمي يشرف ميدانيا على عملية الترمية للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش ويوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد. ختام نشرتنا، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.